او نكينا ارسيتي محقق لسنا فد انزرية تيزي بهرة اليوم مسرورة جدا جدا بحضوري ومشاركتي في مهرجان المراعي مدينة تيزنيت. طبعا هذه أول مرة كنشارك فيه قبل مشاركتي في مدينة تفراوت اللوز. هذه المرة في مدينة تيزنيت الحمد لله ناس ديال مدينة تيزنيت ناس مضيافين كرماء، يعني تشجيعاتهم وصلتني، الروح ديالهم طيبة. كنشكر كل منظمي مهرجان المراعي وكنقول لهم إن شاء الله كل التوفيق كل التوفيق. كنشكر الصغير والكبير اللي كيسهر باش يكون هذا التنظيم في واحد الرقي في واحد القيمه اللي هي كبيره واللي كتعكس المراه الجميله اللي ساكنه في مدينه تيزنيت وديال سوس كلها وديال المغاربه اكيد. كانت مشاركة جد طيبة الحمد لله، وكان تفاعل كبير مع الجمهور، وكان بغي نقول بأن هذه المشاركة إن شاء الله تكون ما تكونش آخر مشاركة، وكان نتمنى إن شاء الله الجديد ديال الجمهور يروق زعما الإعجاب ديال الناس. الجديد كما قلت كاين أغنية جديدة براي يلا طلقتها تقريبا هذه واحد الخمس أيام بعنوان جاي دمانة، ولكن تكون أغنية جديدة إن شاء الله قريبا حتى هي في هذا الستيل هذا ديال حبي. شكرا شكرا بزاف. بالنسبه للجودي غيد الجودي نو غيد المهرجانات قالت هي واتيك بزاف مد نار تضل بن حسين ابو عمران المنطقه مهم مد نار تين مازال حسين ابو عمران ولا المهرجانات تيزني تيفني، ولكن غيلات ان شاء الله هاتي راه قران متن غيلات السن ايت المهرجانات الجود الجمهور اللي غاسني نرجو وراوي الفنانة تتاوي واش كان كاين الهدف غير الحمد لله هذه تلك ماخت ولا الجود غير المهرجانات نقرات نغض الجمهور راسني التيني يخسر فلان يخسر الرئيس فادي يخسر الرئيس وكان غير هاتي بدا ان شاء الله ويد اليوم تا يزرين غاتي راسو الزرين شكون الفنانة وتا جو زرين غير المهرجان تزنيت كله، ولكن غيلاد ان شاء الله هاتي بدان راه قراني الفنانه اللي لا نغيت المستوى اعلان شكون لا الفنانه مكي زريني غلمي هنا وتكين غي، ولكن غاسك بازات ان شاء الله يختي الناس يدير بها تيرات كلش كاينه كله زرين ان شاء الله وشكرا. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.